كنشكروا كاع الناس اللي كات يعني اللي كتشوف هاد القناه هذه واللي كدير معنا ديما كل مره في سميتو يعني ديك لي ريبورتاج على هاد الاشياء اللي كتوقع في يعني في لي بلاج مورا هذا الخيرات ديال الشتاء. يعني واخا كتكون شويه ديال الخدمه فيها وكل شيء، ولكن كنشكر الله وكنحمدوه ملي كتكون غير بعد الشتاء، وكنتمنى ديما شويه هذا الرحمه تكون. وحنا بالنسبه للي بلاج راه ما عندناش مشكل بالنسبه للنظافه ديالها وكل شيء، واصلا راه هذا الشيء اللي كاين راه ما نكذبوش على راسنا، يعني راه كل عام كيكون يقدر كيكون ثلاثه اربعه المرات في العام، بحال هذا العام نيت راه ثلاثه المرات دابا ولا اربعه هذه، كل مره كتكون شتاء. هذا الطريق هذا الواد ديال اسرسيف كيجيب الزبل كثير البلاستيك وسميتو يعني، وما كنرضاوش نشوفوا داك الزبل تمايا، والتوريست كدوز كتفيلمي وكتصور داك الشيء، يعني كتجي شويه ناقصه بالنسبه للمنطقه ديالنا وبالنسبه لينا حنايا كبلا اولاد المنطقه ولا سميتو. فينالمون كنولي اوبليجي باش بيني وبين خاطري، ماشي شي واحد كيبزز علينا ولا سميتو، ولكن كي كنقولوا باش كنقيو لابلاص كنوليو اوبليجي باش نحيدوا اللي قدرنا عليها، واللي نحيدوا كاع داك الشيء اللي كنقدروا، ونعطيو شويه ديال الوقت للمنطقه ديالتنا تكون نقيه. لان ما نكذبش كل مره كنوض وكنشوف توريست كتجي كتصور كيبقى فيا الحال كنقول علاش الناس يعني ما الله يهديهم ما كيحاولوش يجمعوا النفايات ديالهم، يعني البلاستيك ديالهم ولا سميتو، يعني نقيو غير المناطق ما يلوحوش في الوادي، يلوحوا في البلاصه اللي يقدروا يدوسوا فيها يعني الناس ديال النظافه يقدروا يدوسوا فيها سميتو. وهذا المشكل راه كنعيشوا اصلا مع هاد الناس ديال المنطقه ديال اورير تامراخت بالضبط، كنعيشوا هذا المشكل هذا منذ اش غنقول لك منذ قرون هذه، يعني سنين، وهذا المشكل كاين. يعني الناس ما عرفش اشنو من نوع من دوك اش من نوع من الناس هادو اللي كيلوحوا في الويدان وكيلوحوا في اسميتو، يكون غير كيديروا كي كانوا الناس ديالنا اللي كاينه لقينا قبل كاع ما يكون هادشي ديال النفايات ديال الكاميونات، كانوا الناس ديال بكري ديك الساعات كانوا كيديروا واحد داك شي بلاصه اللي كيلوحوا فيها الزبل ديالهم وكيحرقوه ديما، وما كيرضاوش يخليوا البلاستيك تمشي. وهاد الناس هادو الله يهديهم دابا ملي كاين كاع الامكانيات وكاين الكاميونات وكاين الخدمه، يعني اغلبيه ديال الجمعيات كيخدموا كينقيو اسميتو ديالهم، ولكن مالغري يعني واخا كلشي داكشي ديما كنلقاو الناس باقي كتلوح. وبحال هاد الديكور اللي كنشوفو دابا ما نكذبش عليك، حنا كنبغيو نقولوا واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف، اللي في لان فيما كنهضروا مع الناس على هادشي ديال الفيت كيقول لنا خصكم ديروا سميتو ديروا للناس يعني توريو لهم كيفاش يديروا تهضروا معاهم، ولكن الا جينا نشوفوا الحقيقه ما كاينش ما تقول للناس، الناس لان ديجا تقالت لهم والدين راه كاين فيه كل شيء، يعني باين بالنسبه للدين حتى هو سميتو. دابا الحاجه اللي بقات نوريوها للناس هي السلطه، نتمنوا من السلطه تخرج الضريبات وتخرج اغتيال للناس اللي كتلوح الزبال، اي واحد يلوح شي حاجه خاص يخلص، وهذه هي الضربه الوحيده لانسان اليوم يقدر يدير عقله يقدر يكون على بال ما بقاش يلوح. راه ما الاغلبيه كيتصحاب راسو واش نصارى واش نقيين، لا راه نقيين بالاغتيالات اللي كيخلصوا، كتضربوا في الجيب، ضرب بنادم في الجيب وتشوف واش غيبقى يلوح الزبال، لان هذه هي الحل الوحيد اللي بقى لنا باش يعني نخليو الناس يتطوروا ويتقادوا. راه ما يمكنش تطوروا بالهضره، ما يمكنش تقادوا بالهضره، راه بني ادم راه مال من التاريخ ديالو هو هكذا، باش ما ولكن باش ما كتضربوا في جيبو، باش ما كيكون على بال، باش ما كيحترم القانون، باش ما كيحترم كل شيء، راه هذا هو اللي سميتو. وحنا ما شنو هذا الشيء اللي كيكون يعني في البلاج راه ماشي شي حاجه بالنسبه لينا، بالنسبه لي انا بعدا كنت لي هذيك اكثر من 30 عام وكندير هاد المبادره هادي، راه ماشي اول مره هادي، راه يعني ما عنديش مشكل، يعني كيبان لي دابا الزبر راه ما حاضرش ما كاينش، واخا كيكون ديك شويه نهار يومين صافي كتلقى البحر عاوتاني نقي بحال الا عمرها كانت سميتو. هذا هو الحاجه اللي سميتو، وهي واحده من الحوايج اللي كانت خلاتنا ديك الساعات ملي دينا الجائزات، ملي دينا بعد الشهادات الشكر والتكريم في 2014 ديال عند لاله حسنه، ودينا
في 2016 دينا ثاني الشهاده ديال اسميتو الجائزه الاولى ديال لي بلاج بروبر يعني ديال الشواطئ النظيفه عاوتاني ديال الحسنه. وكنشكر الناس كاملين اللي كتساهم اللي كتعاون لا في الجمعيات ولا في الجماعه ولا في الناس اللي يعني اي واحد كيعاون في هذا الشيء كنشكروه بزاف. والناس اللي كتلوح الناس اللي كتلوح كنطلبوا سيدي ربي يهديهم، كنطلبوا ربي يهديهم يجمع ما بقاوش يديروا لنا هذا المشكل يعني يبقاو يلوحوا في اسميتو جيب الزبده كتحطوا على الشارع، راه لابد غيتهز، راه ما يمكنش اسميتو. واني لا انت كتلوحوا في الواد راه اصلا معول على 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 على, على, على تلوث البيئه. نعم كيف بغيت نشكر يعني بلا ما ننسى الشكر ديال هاد الناس اللي ساهموا معنا بزاف 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 يعني في هادشي ديال النظافه ديال لابلاج اللي هو من الرئيس ديال الجامعه واعضاء الجامعه اون جينيرال اللي كنقولوا الرئيس ديال الجامعه. ونشكر حتى هو ذاك الحسين بخربيشن اللي هو مدير الشواطئ ديال المنطقه ديالنا ديال سميتوين، لان واحد الانسان منذ سنين هادي وهو كيخدم معايا. ونشكروا سعادة القائد اللي لا داك لا سعادة القائد السي ابراهيم والسي سعيد الباشا اللي مشاو، لا هادو اللي يلاه جاو، لان حتى هما سمعت منهم شي هضره اللي عجبتني واللي عرفت اللي يعني خلاتني وعرفتهم بغاو يخدموا وغادي نخدم حتى انا اكثر معاهم. وما نكذبش عليك يعني الطريقه ديال الاحترام ديالهم ديالنا يعني وديال الناس يعني داكشي علاش حتى انا موجود باش نخدم معاهم فاش في اللي بغاو. وكي كنشكروا حتى الدرك الملكي ونشكروا يعني المخازنيه ديال المنطقه يعني كاع الناس ديال السلطه مع اون جينيرال ما نخليو حتى واحد فيهم، لان الناس هادو راه مهمين يكونوا حدانا باش دابا واخا كنقول الجامعه هي اللي شاده المشاكل ديال النفايات، ولكن حنا بالنسبه لي انايا وهذه المنطقه اللي فيها عمره بالسياحه يعني لابد 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 من الشكر الجزيل لهاد الناس ديال السلطه، ولابد من نديروا شي حاجه اللي هي مهمه في يعني في المنطقه. وكنشكر حتى السي عزيز ديال الكومبين اتلانتيك والسي جمال اللي خدام معاه والسي عبد الله اللي حتى هو من سميتو، لان فيما كنتصلوا بهم ومع كوكا كولا فيما كنتصلوا بهم خاصنا البلاستيك عمرهم كيرجعونا عمرهم كيقولوا لنا لا. وما نكذبش علي انا كوكا كولا تعاونت معنا بزاف 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 في هادشي ديال الشواطئ. وشكرا. بالنسبه للجائزه ديال الحسنه ما شنو نقول لك، هي جاتني بواحد الطريقه اش غنقول لك يعني واحد الطريقه يعني اللي عمري تسنيتها، لان راه غير يعني سمعنا بان راه كاينه الجائزه ديال الحسنه في 2014 ديك الساعات ودفعنا لهم بالمشاركه باش نتشاركوا ما اسميتو. فعلا عيطوا لنا حضرنا واش كان لقى كان المشاركين كاينين غير الشركات الكبار يعني ماشي شي حاجه اللي سميتو غير الشركات الكبار. وكنت ديك الساعات في 2014 الجمعيه الوحيده اللي كانت مشاركه وخديت لاتيستاسيون ديالي معاهم. وفي 2016 لا كاينه تقريبا 120 مشارك وكاينه فيها اكثر من 100 شركه وشي 18 جمعيه اللي كانت مشاركه. وتما فاش جاتني ديك سميتو ديك كنقول بحال الصدمه اللي ملي كتلقى راسك انت كتدي الجائزه الاولى على سميتو على الشواطئ النظيفه واللي تكلاسات دوزيام هما لوينو اللي تكلاسات تروزيام يعني دوك الشركات كتلقى الشركات الكبار انت كتصبح كتصدق يعني ديتي عليهم الجائزه الاولى. واغلبيه ديال الناس ما يعني كتكون صعيب عليها تفهم طريقه باش دينا الجائزه، لان هذيك الجائزه سميتها جائزه للحسنه للشواطئ النظيفه المستدامه. ديك الكلمه ديال المستدامه هي السبب ديالي انا باش ربحت. والناس كتحب راسهم مراء لان ما يمكنش تكون عندي لي مويان يعني نغلب دوك الشركات الكبار، ولكن ديك الكلمات المستدامه هي اللي خلاتني حتى ربحت. لان علاش كل الناس كل الدراري اللي كيجيو للنادي ولا اللي كيجيو يديروا معايا السرف هنايا لا في الجمعيات ولا في سميتو ما يمكنش يدير عندي السرف الا ما دارش النظافه ديال لابلاج. يعني فينالمون انا بالنسبه للحملات ديال النظافه هذه تقريبا ما يفوق من 28 عام، راه ما كاينش نهار ما كنديروش الحمله، الا ما كاينينش الدراري كنديرها انا، امتى ما كنديرهاش الا ما انا عندي شي حاجه مثلا الفاقه ديالي مشيت نقضي شي غرض، سينو راه ما يمكنش يدخل عندي شي واحد باش يدير السيرف وما عندوش فلوس وما يديرش معايا الحمله. الوغ هذا هو السبب اللي يعني حتى ربحت ديك الساعه ديك الجائزه.
واش غنقول لك يعني كنشكروا الناس كاملين اللي كيتساهموا معنا، يعني منهم واحد العدد ديال الناس اللي كيعاونونا لا بالبلاستيك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.